ناقش النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب خلال ترأسه اجتماع اللجنة الزراعية المركزية موضوع مقترحات الخطة الزراعية الشتوية التي صادقت عليها وزارة الزراعة والمعوقات التي قد تواجهها بهذا الجانب. كما ناقش الاجتماع كتاب قائم مقامي قضاء طوز المتضمن إعادة فتح مركز قطع الأسمدة الكيميائية في القضاء بالشكل الذي يعزز الواقع الزراعي فيه، إضافة إلى موضوع منازعات الملكية والنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وبما يسهم في حلها في بعض أقضية ونواحي محافظة صلاح الدين. اليوم تم عقد الاجتماع اللجنة الزراعية في محافظة صلاح الدين ونوقش موضوع مؤشرات الخطة الزراعية وتمت المصادقة عليها اعتمادا على مصادقة وزارة الزراعة ومناقشة كافة المعوقات والمشاكل اللي تخص الخطة الزراعية. تناولنا في الاجتماع بعض المنازعات الزراعية التي تم تقديم طعن من قبل أصحاب المنازعات في الأقضية والنواحي، وكذلك تناول مؤشرات الخطة الزراعية المصادقة عليها، وسوف يتم إطلاق تجهيز البذور والأسمدة للفلاحين عن قريب إن شاء الله.